نوبات الهلع واحدة من أسوأ التجارب اللي ممكن أي شخص يمر بيها، بيوصفوها دايما بأنها تجربة خارج الجسد، بأن شعورها كأنك بتفقد السيطرة تماما على كل شيء، وكأنك على وشك أن تفقد عقلك، لدرجة أن الإحساس بالأصوات والألوان بيكون مختلف، وتحس أنك أنت بتختبرها وأنت داخل نفق خارج المكان اللي أنت موجود فيه. تجربة صعبة جدا ومؤلمة جدا جدا، نسبة كبيرة من الناس ممكن تختبرها مرة أو اتنين خلال حياتهم، وناس تانية للأسف بتحصل لهم بشكل متكرر لدرجة إن حياتهم بين النوبات بتكون عبارة عن قلق وتوتر من حدوث النوبة اللي جاية، علشان كده بتوصف بإنها خوف من الخوف، وما بتبقاش بقى حالة عابرة خلاص. هنا بيصنف الشخص على إن هو مصاب باضطراب الهلع. نتكلم شوية عن البانيك أتاكس، هقول لكم تفسيري أنا الشخصي إيه لنوبات الهلع بناء على بحث كتير وحالات كتير اتعاملت معاهم بيعانوا من البانيك اتاكس او مروا بيها في فترة من حياتهم. وايه الحل لو انا بعاني من نوبات الهلع المتكررة؟ ما تنسوش تعملوا لايك وشير للحلقة، سبسكرايب للقناة لو انتوا اول مرة تشوفوني، ويلا بينا نبتدي. انا ندى حرفوش ودي قناة ويل بيينج. نوبة الهلع هي عبارة عن شعور مفاجئ بالخوف الشديد الغير مبرر، خوف ملوش سبب ملوش محفز، وبيكون شعور قوي جدا لدرجة ان هو بيحفز استجابات الخوف الطبيعية اللي المفروض تحصل لما الانسان يمر بموقف يحفز الخوف الشديد او يشعره بوجود تهديد على حياته وبقائه، لدرجة ان الشخص بيحس كأنه هو مصاب بأزمة قلبية او ان هو حتى بيموت، وبيكونش عنده القدرة على فهم هو ايه اللي بيحصل او حتى منطقة كل اللي بيحصله، ان هو يفهم اللي بيحصل ده من خلال المنطق. يعني من الاف السنين كانت المواقف المهددة للحياة اللي بتحط فيها الإنسان مواقف حقيقية فعلا، زي إن هو يقابل حيوان مفترس مثلا، فكان لازم الجهاز العصبي يحفز الجسم علشان يفرز الهرمونات اللازمة لتحفيز استجابات معينة. الاستجابات دي هتضمن ضخ دم شديد جدا للعضلات بحيث إن الإنسان يقدر ينجو بحياته عن طريق القتال أو الهروب. زي إيه الاستجابات دي؟ ضخ دم شديد جدا للعضلات عن طريق زيادة سرعة وقوة ضربات القلب، زيادة معدل التنفس خصوصا الشهيق لأن العضلات بتستهلك أكسجين أكتر بكتير أثناء الجري، زيادة جريان الدم عن طريق الأوعية الدموية، وده ممكن يسبب إحساس بالسخونة أو البرودة أو الهبات الساخنة أو القشعريرة، تسريع أو إيقاف عمليات الهضم، تحفيز جهاز المناعة. كل التغييرات دي بتخلي الشخص يحس أثناء نوبة الهلع بالحاجات اللي هو بيحسها: اختناق، ضربات قلب سريعة، رعشة، خوف شديد جدا، ألام في البطن، ألام في الصدر. طب السؤال المهم جدا، هي ليه البانيك أتاكس بتحصل؟ خاصة انه معظم الوقت ما بيكونش فيه محفز، ما فيش ولا اسد بيجري ورايا ولا اساسا اي موقف حتى مقلق او موتر، موقف عادي. نوبة الهلع ممكن تحصل لك وانت سايق، وانت في ميتنج، وانت بتتفرج على التلفزيون، وممكن في المواقف الموترة. طبعا المواقف الموترة ممكن تحفزها. طيب بتحصل ليه؟ خليكوا معايا هشرح لكم وجهة نظري انا في الموضوع، بس واحدة واحدة. في حالة الخوف الشديد اللي لما بتحصل المفروض ان هي تحفز الاستجابات اللي احنا اتكلمنا عنها دي، ايه اللي بيحصل بالظبط في الجسم؟ اللي بيحصل ان المناطق المسؤولة عن التفكير المنطقي بتطفي تماما، بيحصل لها شت داون، تعطيل، زي مثلا منطقة الفرونتال لوبس او منطقة الفص الجبهي، تبقى منطقة في مقدمة الدماغ. المنطقة دي مسؤولة عن عمليات التفكير المنطقي، اتخاذ القرارات، تخطيط، التفكير وهكذا. المناطق دي بتتعطل لان المناطق المسؤولة عن تنشيط الجهاز العصبي الارادي بتنشط جدا، زي منطقة الاميجدالا او اللوزة الدماغية. دي المنطقة اللي بتنشط استجابة الفايت اور فلايت مود اللي بينتج عنها الأعراض اللي بتحصل أثناء نوبات الهلع. المفروض إنه أثناء المواقف الضاغطة البسيطة اللي مش بتعرض حياتنا للخطر، بتبدأ منطقة الفرونتال لوبس دي بتقييم الموقف وتقييم مشاعرنا، ومن هنا تبدأ تحلل المحفز ده، هل يستدعي إن هي تركن على جنب ويحصل استدعاء لتنشيط الأميجدلا ولا لا. المفروض في المواقف البسيطة الاستجابة دي ما تحصلش، لكن في مجموعة من الناس عندهم مشكلة في التواصل بين الفرونتال لوبس او المناطق المسؤولة عن التفكير والمنطق والاميجدلا، المنطقة المسؤولة عن الفايت اور فلايت مود. بتحصل عندهم عملية اسمها الاميجدلا هايجاك او اختطاف الاميجدلا. يعني ايه؟ يعني اللوزة الدماغية عندهم بتختطف الدماغ كلها وتبقى هي المسيطر الوحيد على الموقف، وتبدأ تفعل الفايت اور فلايت ريسبونس بدون داعي او من غير وجود تهديد حقيقي. طيب ما تيجوا نشوف هي ايه الحاجة اللي بتعمل مشكلة في التواصل بين اللوزة الدماغية وبين الفص الجبهي، وبتتسبب في حدوث تغيرات في حجم ووظيفة واستجابات الفص الجبهي واللوزة الدماغية. الحاجة دي هي الصدمات النفسية. في رأيي الصدمات النفسية اللي لم يتم معالجتها،
خاصة الصدمات المرتبطة بالانتهاك الجسدي زي الضرب، التحرش، الاعتداء الجنسي، أي حاجة مرتبطة بأمان الجسد هي المتسبب الرئيسي في اضطرابات الهلع. وطبعا كل أنواع الصدمات التانية بس دي أكتر حاجة، حتى لو هي صدمات من الماضي البعيد جدا، حتى لو هي صدمات طفولة وإحنا كبار جدا. أنا عارفة في ناس كتير جدا بتسمعني هتقول أنا ما عنديش صدمات نفسية ومع ذلك بيحصل لي نوبات هلع، ما مرتش بأي أحداث سيئة أو أحداث صعبة في طفولتي. أقول لك مع الأسف الشديد مفيش حد فينا ما عندوش صدمات، ولكن اعتقادك ده بيدل على مدى عمق الصدمة، إنك أساسا مش فاكرها. أنت مش فاكرها لأن عقلك الباطن دفنها في مكان صحيق جدا من اللاوعي، لأن وعيك ما عندوش القدرة الكافية على إن هو يتحملها. السؤال الثاني المهم جدا، طيب حتى لو أنا عندي صدمة قريبة أو بعيدة فاكرها أو مش فاكرها، إيه علاقة ده بنوبات الهلع؟ أنا مش بفكر فيها أو مش بكون فاكرها لما بتحصل لي النوبة. أيوة فعلا عندك حق، بس هو العقل الباطن ما بيشتغلش بالطريقة دي. أولا في الحالات دي زي ما قلنا بيحصل تغير في التواصل والاستجابات بتاعت المناطق الموجودة في المخ المسؤولة عن الحماية والشعور بالخطر، فما بتبقاش الاستجابة دي منظمة أصلا، ممكن الريسبونس بتاعها يحصل بطريقة عشوائية نوعا ما. ثانيا في حالات الصدمات النفسية منطقة الأميجدالا نفسها بيحصل لها انكماش وحجمها بيكون أصغر من الطبيعي. صدمة نفسية بتغير في شكل الدماغ بالشكل ده. أيوة في دراسات بتأكد أن المنطقة دي من الدماغ ممكن يحصل لها حالة من فرط النشاط، بتكون أكثر نشاطاً، بتقدر ترصد التهديد أو تضخمه أكتر من العادي، فأي شعور بالتهديد ولو بسيط بيتم رصده، بتنشط الأميجدالا فوراً وبتفعل استجابة الفايت أور فلايت ريسبونس. رصد التهديدات أو الشعور بالخطر عموماً بيحصل بسبب ارتفاع هرمونات التوتر زي الكورتيزول، وده هيكون مفهوم جداً لما التوتر يحصل بسبب محفز خارجي زي إن أنا مثلاً أتعرض لموقف ضاغط، أعاني من ضغط في الشغل، اتخانق مع جوزي، ولادي وطروني، اسوق في طريق زحمه. طيب نوبات الهلع اللي بتحصل بقى بدون اي محفز دي بتحصل ليه؟ هقول لك ليه. ارتفاع الكورتيزول ليه اسباب تانية كتير ملهاش علاقه بالضغوط. احيانا الكورتيزول بيعلى بسبب حاجات بتحصل داخل الجسم وكلها بتحصل لنا كلنا كل يوم عادي جدا. زي ايه؟ زي مثلا ان انا ما نمش كويس، قله النوم ممكن ترفع الكورتيزول، ممكن تخلي جسمي فيه ريسبونس شبه التوتر. التدخين بيرفع الكورتيزول، المشروبات اللي بتحتوي على الكافيين زي القهوة، الشاي، المشروبات الغازية ترفع الكورتيزول. تغيرات في درجة حرارة الجسم زي ان انا اتعرض لحر شديد او برد شديد او جسمي يبقى حساس لتغير درجة الحرارة ممكن يرفع الكورتيزول. لو موجودة في مكان ضوضاء دوشة شديدة قوي ده ممكن يرفع لي الكورتيزول. ان انا امشي على دايت عجز سعرات ده بيرفع الكورتيزول. التمارين الرياضية تخيلوا حاجة صحية جدا اهي، بس لو زادت عن الحد اللي جسمي يقدر يتحمله طبعا هترفع الكورتيزول. تعالوا بقى اقول لكم على اكتر مشكلتين انا لاحظت ان هما بيزودوا معدلات وحده البانيك اتاكس جدا عند حالات انا اشتغلت معاهم بنفسي. اولا ده العامل المشترك اللي انا لاحظته بين اكتر من 90% من المصابين باضطرابات الهلع، مقاومه الانسولين. هو يبدو الموضوع ان هو ملوش علاقه، لكن لما يكون تقريبا 9 من كل 10 يبقى أكيد الموضوع مش صدفة. طيب ممكن يكون إيه الربط بين مقاومة الإنسولين وبين نوبات الهلع؟ مقاومة الإنسولين بتتميز بحاجة مهمة قوي، عدم استقرار مستويات سكر الدم عند كل الناس اللي عندهم مقاومة إنسولين، وجود إنسولين كتير قوي في مجرى الدم طول الوقت. لما الشخص بيكون عنده إنسولين زيادة بيبقى سهل جدا إن مستويات السكر عنده تنزل بسهولة. أول ما بيحصل انخفاض في مستويات سكر الدم هايبوغلايسيميا بيبدأ الجسم يطلع كورتيزول علشان يرفع مستويات السكر علشان يحميك من أي مضاعفات. يعني مقاومة الإنسولين بترفع الكورتيزول وده سهل جدا يخلي نوبات الهلع تبدأ. تاني عامل مشترك هو المرور بفترة المينوبوز أو انقطاع الطمس. الفترة دي بيحصل فيها انخفاض كبير في مستويات الهرمونات الجنسية زي الاستروجين والبروجسترون. الهرمونات دي بتشتغل شوية كمود ستابلايزرز، يعني بتحسن الحالة المزاجية وتخليها مستقرة. لما مستويات الهرمون دي بتقل ده بيخلي الحالة المزاجية مش مستقرة، وكمان بيأثر على حساسية ارتفاع درجة حرارة الجسم وانخفاضها وهكذا، وده ممكن يتسبب في تكرار نوبات الهلع برضه. طيب السؤال الأهم من كل دول، نعمل ايه؟ ايه الحل؟ هو وانس انه البانيك اتاك بدأت بيبقى خلاص لازم تاخد وقتها وتمر وتعدي، وبيبقى كل اللي في ايدينا وقتها ان احنا نحاول ننظم نفسنا علشان نقدر نعادل مستويات الاكسجين
وثاني اكسيد الكربون علشان نقلل الشعور بالاختناق، لان بيكون في اكسجين كتير جدا في الجسم مش بيتم استهلاكه، لان دي بتبقى استجابه الهدف منها انك تقدر تبذل جهد بدني عالي زي الجري، فالعضلات هتحتاج اكسجين زياده، وانت في الحاله دي ما بتجريش لان مفيش خطر حقيقي، فده بيسبب الشعور بالاختناق. ننظم النفس، يعني نحاول ناخد شهيق وزفير ببطء، ويكون الشهيق والزفير قد بعض، مش لازم يكونوا قد بعض. الحاجة التانية اللي تقدر تعملها أثناء نوبة الهلع إنك تكون واعي ليها. يعني إيه؟ يعني أول ما تبدأ وتحصل تفكر نفسك إن أنت مش في خطر وإن أنت مش هتموت، دي مش أزمة قلبية، دي مجرد نوبة هتاخد وقتها وهتنتهي. وكل ما قدرت تفكر نفسك إن دي مجرد استجابة غير منظمة من جسمك وإن هي مش بتشكل خطورة على حياتك، ده هيساهم في ان النوبة تنتهي اسرع وحدتها تكون اقل، لانك انت بتستدعي الفرونتال لوبس او المناطق المسؤولة عن التفكير المنطقي ان هي تشتغل. لكن الاجراءات اللي احنا محتاجين نعملها لازم تكون اجراءات استباقية، يعني ما نستناش لما النوبة تحصل، انا لازم اتجنب حدوثها اصلا، ابعد عن اي محفزات ممكن تسبب حدوث البانيك اتاك او ارتفاع الكورتيزول في جسمي. اولا لو عندك مقاومة انسولين ارجوك لازم تعالجها. بمجرد ما هتبدأ تلتزم بالصيام المتقطع ودايت منخفض النشويات زي الكيتوجينيك دايت أو الباليو مثلا، ده هيقلل من تكرار البانيك أتاكس بشكل ملحوظ جدا، إلى جانب أن مقاومة الإنسولين مشكلة صحية مش بسيطة أساسا لازم تحلها كده كده. ثانيا لو بتمر بفترة انقطاع الطمس وعندك أعراض شديدة مرتبطة بالتغيرات الهرمونية لازم تبتدي تشتغلي على حل المشكلة دي، هتلاقي تفاصيل كتير جدا عن الموضوع ده في حلقة الهبات الساخنة. بقية الحاجات اللي بترفع الكورتيزول واتكلمنا عنها لازم نراعيها جدا، لازم انام كويس، بلاش تدخين، بلاش كافيين، بلاش أنظمة عجز سعرات، ومهم طبعا تجنب المواقف الضاغطة قدر الإمكان. والأهم من كل اللي أنا قلته ده معنى إن في نوبة هلع بدأت وإن أنا ابتدى يجيلي نوبات هلع، إن أنا بقيت جاهز لحل الصدمة وعلاجها. اللاوعي بينبهك إن في حاجة خلاص بقى لازم تتحل، وانك دلوقتي تقدر تعمل ده، انت جاهز لده. ومن فضلك الجأ للايف كوتش او شخص متخصص في حل الصدمات النفسية وحل المشكلة دي اذا انت ما قدرتش تحلها لوحدك. مربط الفرس في القضاء على نوبات الهلع هو علاج الصدمة النفسية او الصدمات اللي سببت ده وحلها، لكن لحين ان ده يحصل احنا عايزين نحافظ على استقرار مستويات الكورتيزول في جسمك، ما يكونش فيه توتر. في حاجات كتير ممكن تساهم في ده، يعني لو بنتكلم عن البي فيتامينز مثلا عندنا فيتامين بي 1 عندنا فيتامين بي 5 مهمين قوي، فيتامين سي كمان، دول من افضل الحاجات لدعم الغده الكظريه وده مفيد لتنظيم الكورتيزول. عندنا كمان حمض الجابا، ده حمض اميني مهم جدا جدا لعمل الجهاز العصبي، واهم حاجه فيه ان هو بينظم وظائف الدماغ علشان تشتغل بالشكل الصحيح، طبعا نظرا للتغير في وظيفه الاميجدالا اللي احنا اتكلمنا عنه. هو كمان بيحسن جودة النوم، بيقلل علامات التوتر، وبيخفض مستويات الكورتيزول. هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف او في اول كومنت تحت الفيديو. فهو طبعا من اهم الحاجات اللي انا بنصح بيها في حالات البانيك اتاكس، وهو جرعته القصوى 1200 ملي جرام يوميا، وينصح بتناوله قبل النوم بجرعة لا تزيد عن 200 ملي جرام. طبعا دول هيحسبوا من ضمن الجرعة الكلية بتاعت اليوم اللي هي ماكسيمم 1200 ملي جرام. الافضل طبعا لتنظيم مستويات الكورتيزول هي النباتات التكيفية الادابتوجينكس. زي ايه؟ عندنا انواع كتير قوي من الادابتوجينكس اتكلمنا عنها قبل كده، بس هقول لكم على اكتر 3 نباتات انصح بيهم في حالات نوبات الهلع. اول حاجه هي الباشن فلاور او زهره العاطفه، مفيده جدا خاصه لو استخدمناها مع حمض الجابا، لان هي تعتبر معزز طبيعي لعمل حمض الجابا، فالاثنين مع بعض تاثيرهم كويس جدا جدا. هي اصلا بتستخدم لعلاج الاكتئاب ونوبات الهلع، وبتوصف كعلاج في اوروبا خصوصا المانيا، بيوصفوها هناك لعلاج نوبات الهلع، وهي نبتة طبيعية تماما ليها فوائد كتير قوي. لو عايزين تعرفوا عنها معلومات اكتر انا اتكلمت عنها في حلقة كاملة قبل كده، وجرعتها اليومية بتبدأ من 350 ملي جرام لحد 1 جرام في اليوم. تاني نبتة هي الاشواجندا، طبعا معروف ان هي من اهم النباتات لتنظيم مستويات الكورتيزول وتعزيز القدرة على التحمل، وهي كمان بتزود القدرة على تحمل الضغوط النفسية والبدنية. انا شخصيا دايما باخدها قبل التمرين، هي برضو بتقلل انتاج الكورتيزول في الجسم، وليها تاثير مشابه لمضادات الاكتئاب والمود ستابلايزرز اللي بتتوصف في حالات البانيك اتاكس، وجرعتها اليوميه حوالي 600 ملي جرام. ثالث نبته هي الباكوبا، ودي نبته الصفاء الذهني والتركيز والهدوء، انا بنصح بيها عموما لاي حد بيواجه مشاكل مرتبطه بالقلق التوتر او التقلبات المزاجيه. جرعتها اليوميه 750 ملي جرام، ودي بينصح بيها جدا في الطب الايورفيدي لعلاج مشاكل نوبات الهلع. طيب هل لازم اخد الثلاث نباتات دول مع بعض؟ لا،
واحده منهم بس كافيه وتفي بالغلط. اتمنى ان الحلقه دي تكون وضحت الصوره ومالت الفراغ او جاوبت على اسئله كتير ما كانش ليها اجابات عندكم فيما يخص البانيك اتاكس. علاج نوبات الهلع باختصار شديد يتطلب الكثير من اليقظه، الوعي والانتباه، حل صدمات النفسيه والتعامل معاها بشكل واعي اكتر، حل المشكلات الصحيه اللي بتحفز تكرار نوبات الهلع، البعد عن محفزات التوتر والشعور بالضغط، التركيز على الحاجات اللي بتقدر تنظم استجابات التوتر في الجسم. طبعا انا مش لايف كوتش، مش خبيره خالص في مساله علاج الصدمات، بس في حلقه اتكلمت فيها عن الموضوع ده يعني بشكل سريع شويه، اتكلمت فيها قبل كده، اتمنى ان هي يعني تفيد اي حد باي حاجه ممكن يكون محتاجها. الحلقه دي هتظهر دلوقتي. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للحلقه، سبسكرايب للقناه لو انت اول مره تشوفوني، ولو في اي موضوع عايزين نتكلم فيه سيبولي في الكومنتس. اما الاستشارات فاللينك موجود في الديسكربشن. اشوفكم الحلقه الجايه. باي باي.